سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى. سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. فإذا عفوت فقادر أو مقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى عليك الله يا عالم الهدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن نهاية التقوى جنات عدن، فحي على جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم. أيها الإخوة، يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الجنة، وما أراك ما الجنة. الإيمان بالجنة واجب، لا بد للمؤمن أن يؤمن بالجنة لأنها من الغيب الذي نحن نؤمن به، قال تعالى: ويؤمنون بالغيب. لا بد من الإيمان بالجنة، وحبها علامة الإيمان في قلوب المؤمنين، لأن حبها يدفع للعمل. أيها الإخوة، دخولها مربوط بالعمل، بصدق الطلب في القلب وبحسن العمل. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض السلف: رأيت الجنة حقيقة، فقالوا له: كيف ذلك؟
قال رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتي له حقيقة. قالوا له كيف رأيت الجنة؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، رأى الجنة صلى الله عليه وسلم. انظر الصالحين حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان. جعل الله الدخول إليه عليه، جعل الله عز وجل الدخول عليه في الصلاة مربوط بالطهارة. لا تجوز صلاتك إن لم تكن طاهرا متوضئا. وجعل الله عز وجل دخول الجنة بطهارة القلب، دخول الجنة موقوف على طهارة القلب. قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، أنت الصلاة تدخلها بالوضوء والطهارة، والجنة تدخلها بطهارة القلب. لن تدخل الجنة وفي قلبك مثقال ذرة من كبر. فانزع الكبر اليوم قبل أن ينزع روحك ملك الموت. انزع الكبر اليوم قبل أن ينزع روحك ملك الموت، ملك الموت. وإياك والغضب، فإن الغضب من الشيطان. وإذا كان الإنسان رجل غضوب فهو أخ للشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن كرم الغيظ ملأ الله قلبه نورا وإيمانا. والجنة هذا هو طريقها، هذا هو طريق الجنة. شيء عجيب يا إخواني في دخول الجنة، وهو أن دخول الجنة لا يدخل الإنسان الجنة فردا فردا، ولكن الجنة يدخلها الناس جماعات جماعات. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني جماعات جماعات، وفود وفود. غريب هذا، الجنة لا يدخلها الإنسان وحده، واحد 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 وراء واحد، ولكن يدخلون الجنة جماعات جماعات. ما هي الحكمة؟ ما هو السبب؟ عندما كنت تصلي جماعة وتصوم رمضان مع المسلمين جماعة وتحج البيت الحرام جماعة وتوحد الله عز وجل مع أمة الإسلام جماعة، دخلت الجنة جماعة. يد الله مع الجماعة. خلي قلبك مع إخوانك. النار لها سبعة أبواب، والجنة لها ثمانية أبواب. لماذا زاد الباب؟ لماذا زاد الباب؟ ولماذا هذا الباب ما كان في النار؟ لماذا النار لا تكون ثمانية والجنة تكون سبعة؟ ما هي هذه القضية؟ لأنه يريد أن يقول لك أن رحمتي سبقت غضبي، فاستحي مني يا ابن آدم، استحي مني. وكرمي وفضلي سبق عذابي، فخف مني يا ابن آدم. لها ثمانية أبواب. وفي الجنة يشوقك لأبواب الجنة، فإذا توضأت وأصبغت الوضوء فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. وإذا صبرت عند فقدك للولد فتحت لك أبواب الجنة. وإذا كان يوم القيامة فتحت أبواب الجنة، ادخلوها بسلام آمنين. دعونا نقف فقط عند باب الجنة، لا نريد أن ندخل الآن إلى الجنة ونصف ما ذكرته الآثار والآيات في أوصاف الجنة، ولكن تعال معي حتى تعرف عظمة هذه الدار وهي جنات النعيم. نقف فقط عند بابها. حبها واجب، والشوق إليها واجب، والعمل إليها واجب، والكلام حولها واجب، لأن القرآن تكلم حول الجنة ووصف الجنة بأوصاف تفصيلية، ليس أوصاف عامة، ولكن تكلم عن شرابها وطعامها ونسائها
وأبوابها وتكلم بالتفصيلات، فكيف لنا في خطب جمعة ما نتكلم عن الجنة؟ هذا واجب، لأن الله تعالى يعبد خوفا وطمعا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الباب الواحد من أبواب الجنة، المسافة بين مصراعيه، يعني بين هذا العمود وهذا العمود، المسافة في الباب الواحد من أبواب الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: كما بين مكة وهجر أو مكة وبصرى. هجر مدينة في البحرين، وبصرى مدينة في الشام. المسافة في باب الجنة كما بين مكة وهجر أو مكة وبصرى. بعض الباحثين الآن في العلماء الذين يهتمون بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة قاسوا المسافة، فوجدوا المسافة بين مكة وبصرى في الشام نفس المسافة تماما كما بين مكة وهجر، المدينة اللي هي موجودة في البحرين. وجدوا المسافة هي 1273 كيلومتر، نفس المسافة ما بين مكة وبصرى وما بين مكة وهجر. انظر، إذن باب الجنة، هذا باب من أبواب الجنة، المسافة، مسافة الباب فقط، مسافة الباب 1273 كيلو. سبحان الله العظيم. ويأتي عليه يوم كما في الحديث يكون زحام، يتزاحم الناس في دخوله. جعلنا الله وإياكم ممن يدخلونها بسلام آمنين. أيها إخوة، كيف يفتح الباب وطريقة فتح الباب؟ لأن القرآن تكلم عن فتح الباب، قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. القرآن تكلم، فكيف بالعبد الضعيف ما يتكلم؟ طريقة فتح الباب: أولا اعلم أن الجنة لها أبواب والنار لها أبواب، وأبواب الجنة مغلقة وأبواب النار مفتحة. فإذا دخل أهل النار، النار أغلقت عليهم الأبواب فلا تفتح. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أما الجنة فالآن مغلق، لكن إذا جاء أهلها ليدخلوها، قال تعالى: فتحت وفتحت. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال العلماء: فإذا فتحت أبواب الجنة فلا تغلق. شوف سبحان الله العظيم، انظر سبحان الله العظيم، فإذا فتحت أبوابها فلا تغلق، فلا تغلق. وأول من تفتح له أبواب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبواب النار فهي دار مهانة، فلا تستأذن ولا تطرق أبوابها ولا يستأذن لدخولها. أما الجنة فهي دار الكرامة، ولهذا تطرق أبوابها وتستأذن ويستأذن لدخولها. أيها الإخوة، الناس اليوم في الأعمال الصالحة والصبر والتضحية والصدق هم متفاوتون، وكذلك عند دخولهم جنات النعيم. في الحديث الصحيح: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نور كوكب، ثم بعد ذلك يدخل الناس، ويدخل الفقراء قبل الأغنياء. قال العلماء: ب500 عام، وفي رواية يدخلون ب40 خريفا، يعني ب40 عام. وقف معي هذه الوقفة، إذا كانت قضية الغنى والفقر لعبت دور في قضية حوالي نصف يوم، يقول العلماء هناك من قدره ب500 عام، وهناك من قد حسب الروايات ب50 عام، وهو يعني مسألة الفقر والغنى لأن مترتب عليها موضوع الحساب، فما بالك بمن قعدت أعماله به إلى الوراء، فما بالك بمن قصر في الفرائض وفي الأعمال الصالحة إلى آخر ذلك.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أيها الإخوة، يطيب الله لهم قلوبهم أهل الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين، ويجمل الله لهم صورتهم فيكونون على وجه يوسف عليه الصلاة والسلام، ويعطيهم طول أبيهم آدم 60 ذراعاً. 60 ذراع يعني تقريباً ما أعرف كم متر، تقريباً 60 متر أظن، 60 ذراعاً في السماء. ويطهر الله لهم ألسنتهم، فإن أهل الجنة في الجنة لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. اللسان طاهر، لماذا لا لغو ولا تأثيم؟ لا إثم ولا لغو، كلام لا فائدة منه، لأن كلامهم إلا قيلاً سلاماً سلاماً. أيها الإخوة، الجنة لا بصاق فيها، لا تغوط فيها، لا تبول فيها، لا مخاط فيها. عرقهم مسك، وقلوب أهل الجنة على قلب رجل واحد، لا اختلاف ولا تباغض ولا حقد. والله العظيم لو كانت الدنيا تساوي ما جعلنا الله نبصق فيها في اليوم 1000 مرة. أنت في الدنيا تبصق حتى تشبع، لو كانت الدنيا تساوي ما جعل الله لك ذلك. ولكن الجنة لأنها تساوي، لا بصاق ولا مخاط، لا حيض ولا نفاس، لأنها دار الكرامة وليس دار مهانة. العرض عرضها السماوات والأرض، فلا تتحدث عن طولها. أدنى أهل الجنة، نحن نقول الآن يعني أقل الأجور، أصحاب المرتبات أقل الأجور، أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة يعطى مثل الدنيا، يعطى مثل الدنيا وعشر أمثالها، يأخذ مثل الدنيا 10 مرات، يملك مثل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها 10 مرات، وهذا أقل واحد في الجنة، أدنى واحد في الجنة. الجنة فيها درجات وفيها جنان متنوعة، فقد ذكر الله عز وجل في سورة الرحمن 4 أنواع من أنواع الجنة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. وهي درجات، الجنة درجات بحسب أعمالك في الدنيا. قال تعالى: هم درجات عند ربهم. أقل مسافة في الجنة كيف هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القيمة، لما أنا نضع قيمة في العملة نقول السنت، ونقول المليم، ونقول الدرهم، أقل حاجة نضع قيمة معينة ونقول في المسافة سنتيمتر وإلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقل حاجة في الجنة، انظر لو أخذنا مسافة بسيطة في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة. أنت إذا ضربت الصوت فإنه يضع خط في الأرض أو يضع خط في الجلد. قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. دخول الجنة بالبلاش، من هب ودب، من أراد يدخل يدخل، فوضى، حاشا. ولكن دخول الجنة بفضله سبحانه وتعالى، والتفاضل في داخلها بحسب أعمال الناس. والسؤال: كيف أفعل حتى أنال فضل الله علي فأدخل الجنة؟ قال العلماء: كن فاضلا في هذه الدنيا
مع خالقك، وكن فاضلا في هذه الدنيا مع خلق خالقك، يتفضل الله عليك فيدخلك الجنة بفضله سبحانه وتعالى. يا إخوة، كثير من الناس لا يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن يقرأ بالعين وما يقرأ بالقلب. الله عز وجل يقول: الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده، تريد لطف اللطيف، تريد أن يحبك اللطيف. الله لطيف بعباده، فإذا تلطفت لعباده أحبك اللطيف، وإذا تلطفت لعباده لطف بك اللطيف. ولكننا لا نعتبر في كلام اللطيف سبحانه وتعالى. تريد فضله فارحم عباده، لأن الله تعالى يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. وكيف يرحمك يضعك في النار يعني؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قبلة الإسلام والمسلمين، اللهم مسجدك الأقصى من أراده بسوء أو أراده بشر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من اقترب من مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبلة المسلمين وثالث الحرمين، اللهم من اقترب منه بسوء، اللهم شل أركانه، اللهم وحطم بنيانه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إذا ورانا التراب، وارحمنا إذا انقطع عنا الأهل والأحباب، ارحم آباءنا وأمهاتنا، اغفر ذنوبنا وزلاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.